أهلا وسهلا. الحق ما بيموت، مازال عندك كتاب وعندك عطش إنك تفتش على الحق وتختبره. ما بيصير مثل ما في محمد كيلاني بالأردن، في كمان بلبنان وبسوريا وين ما كان، فتشوا على إنسان اللي عنده هالعشق مثلك ومثلي. أنا عشقي للصوفية ولهون، وأنت عندك العلم وعندك الحكم بيناتهم. قال له لا تتطرف بالحكمة ولا تتطرف، فوت على الصراط المستقيم. هاي صعبة كتير، أنت عندك إياها، شو راح تقول؟ هلا هذا بحث أو إن شغل كتير 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 مهم لواحد اسمه روبرت يونغ. روبرت يونغ هلا هذا عم بيقود الحركة بالعالم بموضوع اللي بسموه إنه لخص كل أمور الصحة كلمتين. يا عمي الدم حامضي ولا قلوي؟ خلص خلصت كل موضوع الصحة، لخصوا بهالكلمتين. دمك ذكر أو أنت؟ حامضي أو قلوي؟ ليش حامضي أو بالضبط؟ عم يشتغل على هذا الموضوع روبرت يونغ، له كتاب اسمه The PH Miracle، الحالات يلي عم بتعالجوا عندهم يمكن ما مر بالعالم مثلهم، حالات يعني حالات سرطانات متقدمة بشكل، فرج صور لأشياء مثل الكارسينوما، دايابيتس، سكري من النوع الأول، مش يعني النوع تاني سهل، من النوع الأول قديش عم بيعالجوا، عم بتعالجوا معهم حالات الأمراض المناعية، المالتيبل سليروسيس، أمراض الكبد المناعية، يعني مثل هيك وبهالبساطة وبهالوضوح. ما في دمك حامضي ولا قلوي؟ دم الإنسان بطبيعته 7.4، يعني بيميل شوية للقلوية، ما بيصير ينزل للحامض. مجرد ما صار الدم حامضي أي إشي طفيلي بيعيش فيه، بكتيريا بتعيش فيه، فيروسات بتعيش فيه، فطريات بتعيش فيه، إذا كان حامضي. إذا كان الدم قلوي ما فيها هاي الشغلات تعيش فيه. بهالبساطة الموضوع حلو. الدكاترة بنعرف شو بيقولوا، لازم تاكل لحمة عشان البروتين، لازم تشرب حليب عشان الكالسيوم، لازم ما بعرف شو كذا هيك، ما في مشكلة إنك تاكل سكر لكن فرشي أسنانك، ما في مشكلة إنه كذا هيك. طبعا عندهم النظريات اللي بيطلعوا عليها بالطريقة هاي. يا جماعة اللحمة بتحمض الدم بشكل ما في مثله، الحليب والأجبان والألبان بتحمض الدم بشكل مش طبيعي، السكر بحمض الدم بشكل مش طبيعي، النشويات بتحمض الدم بشكل كتير مش طبيعي، أغلبها ما عدا بشكل أساسي الرز، أخف واحد فيهم الرز البني، إنه أخف واحد فيهم. فإيش هذا الزلمة؟ قال لك يا عمي هاي البحث، إذا الدم قلوي بكون طبيعي وبيعيش وفي حالة بناء، إذا الدم حامضي بيصير في حالة تدمير. إذا الدم حامضي، إذا كان الدم حامضي بيصير الدم طبعاً لأنه هو لازم يكون 7.4، بيصير الدم بده يحول حاله للقلوي، فبيصير ياخذ الكالسيوم والمغنيسيوم من الجسم، ياخذ الكالسيوم والمغنيسيوم من الجسم حتى يرجع نفسه قلوي. بصير هيك الجسم يعمل. هلا شوفوا الدكاتره بقول لك خذ حليب عشان تاخذ كالسيوم، اذا اخذت حليب بحمض الدم، واذا تحمض الدم بسحب كالسيوم من العظم، فبالعكس، وهذا بصير ينزل بروح مع البول، لانه الجسم بده يحول حاله قلوي، فصفى الحليب واللحوم والسكر والاجبان والنشويات كلياتها، القمح، الخبز، شو عم بتسوي؟ صفت، عم بتحمض الدم، عم تسحب كل معادن الجسم وعم تطرحها كلياتها، والجسم بيصير فيها شوي شوي، بيصير فيها الهشاشة، بيصير فيها الأمراض، بيصير فيها الطفيليات، بيصير فيها هاي الشغلات بهالطريقة هاي. أبسط من هيك ما في. طب شو الأكل اللي بيخلي الدم قلوي؟ شو بتاكل؟ الغوريلا أخضر. الإشي الوحيد، الأشياء الوحيدة اللي كلها بتعمل الدم قلوي بلا استثناء الشغلات الخضراء، هاي الكتاب حاطط كل الخضار. حاطط كل الخضار، الأسبارغس، الأرتيشوك، الكومفري، الليتس، الخس، الملفوف، هذا البازيلا، شو ما كان، كل الشغلات الخضراء تك 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 كلها حاطط ببعض. الأخضر 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 كلياته بلس 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 كلياته. شوف أكتر شيء بلس، إنه أكتر شيء من الشغلات اللي بتخلي الدم قلوي الشغلات البرية، دانديلاين، الهندبة، الشغلات اللي بتكون برية، الويت جراس، حشيش القمح وحشيش الشعير لما يكون أخضر بأوله، الحشيش، كل الشغلات، السوريل، السمول، الحميضة. الله يا الله سمحنا، كمال جنبلاط حكي فيه ونوم حدا صدقه. السبراوتس يا الله، شوفوا المنبت كلياته، الألفالفا، البرسيم 30 وصلت، الويت جراس 33 34 حتى، كتير قوي. اليخضور، القمح، اليخضور، الفجل قديش قوي. ف يعني كل الشغلات الخضراء بتخلي الدم قلوي. الغوريلا شو بتاكل؟ شغلات خضراء. كل الشغلات الثانية
النشويات، السكريات، اللحوم، الأجبان، الألبان، الحليب، هاي الشغلات بتخلي الدم حامضي. شو بيصير لما الدم حامضي؟ بسحب معادن وبيصير وسط للطفيليات وبتصير كل المشاكل كلياتها. النظرية واضحة، العلم واضح، أسهل من هيك ما في. الأخضر وبطبيعتنا شايفين إنه إذا باكل الأخضر هاي هي. فطلع طلع طلع مش مخلي كل الشغلات كلهم ورا بعض حاططهم تك 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 بس بوصل بين مثلاً البذور، المكسرات، اللوز طبعاً نيت باكله بيخليه قلوي، باقيهم باقي المكسرات لا، الكاشو في لا، في أكل سنوبر مثلاً، في أكل جوز بس كاشو لا، مثلاً فستق لا، فستق السوداني لأنه هدول بيعملوا الدم حامضي وأنا بنتبه عليها. انتبهوا مثلاً القهوة والشاي قديش بيعملوا حامضي كتير مش شوي، يعني مثلاً هلا انتبهوا أي حدا بيأكل بيشرب قهوة بصير التم كتير حامض لأن القهوة درجة الحامضية تاعتها كتير عالية. طبعاً زي ما قلنا أي إشي حامضي قهوة شاي والشغلات اللي حكيناها حتى الفواكه أغلبها بحمض إلا إذا بأكل بالموسم وقبل ما ينضج كتير كتير كتير، المرحلة اللي هي لسه بكون يعني بتكون لسه فيها شوية حموضة، لسه بكون فيها شوية كذا، ما تكون نضجت كتير كتير صارت حلوة، لأنه بقولك شو هي عملية النضوج أصلاً؟ بكون في فطريات موجودة في الفواكه وبتضل هاي الفطريات تهضم الأشياء المعقدة وتحولها لسكر، تهضم الأشياء المعقدة وتحولها لسكر، فأنا بأكلها في الوسط، ما بأكلها بعد ما تتحول 100% لسكر، لأنه لما تتحول 100% بتصفي عبارة عن بس كل الشغلات المعقدة راحت تحولت لسكر بسيط والفطريات بتكون في أوجها، فأنا بكون ما عم بأخذ الشيء لهالسبب بيسوي حموضة في الدم، بدي أكلها إذا بأكل فاكهة موسمية محلية بموسمها وبكمية قليلة مش أكثر من مرتين بالأسبوع وشغلات معينة كمان حتى، فإنه ما بيخلي إشي. What to avoid السكر، بيحكي عن السكر هنا كيف مخدرات simple carbohydrate النشويات كلياتها ممنوع حدا يأكل إشي مقشور ممنوع، يعني إذا ولو إذا غصبا عني بدي أكل خبز بأكله 100% بقشرته كامل من خاله ومع هيك بتجنبه كمان. وحكينا قديش صار، يعني حكينا عن حالة السرطان اللي كان كل شيء عندها صح، الإشي الوحيد اللي كانت عم تأكله هو الخبز والخبز هو اللي عملها المشكلة، لما شالت الخبز راحت كل المشاكل. وانتبهوا الجلوتين انتولرنس من قليل، كل الناس هلا في عندها مشاكل بالجلوتين، لما الواحد ياكل خبز بينتفخ مثل الحليب صفى الناس عندهم جلوتين ولاكتوز انتولرنس صفوا التنتين مع بعض. فالريفايند اند بروسيس فود كلياتهم عم بيحمضوا الدم. الفروتس زي ما حكينا عم بفرجي الفروتس قديش اذا ما باكلها بطريقه صح، واغلبهم هي هو حاطط قائمه بكل الفواكه رح تستغربوا بس كل الفواكه تقريبا بتحمض الدم. الليمون مع انه حامض بيسوي الدم قلوي، فما قد ما في اخذ ليمون بس طبعا بطريقه صح. الليمون بتحط معه حامض ومي بس اذا عم بنظف الكلى بستعمل الليمون لوحده حامض ومي. والفاكهه بشكل عام اذا كانت مش كتير مستويه بيكون ماشي الحال، بس ما اتركها تستوي كتير كتير، ما تصير كتير 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 حلوه، لما تصير كتير حلوه بتكون كل الشيء المعقد اللي فيها انهضم صار سكر بسيط، فعشان هيك بس الأساس هو الأخضر دائماً. أساس العلاج هو الأخضر والمنبت، نتذكر أخضر منبت الصبح بالليل شوربة خضار، الصبح أخضر منبت بالليل شوربة خضار. إذا كنت مريض بقدر أمشي على هاي الطريقة وبسمع التنظيفات الثانية بإذن الله بشيل شو ما كانت المشكلة موجودة عندي، لأنه الأخضر المنبت بنظف الجسم وبيعمل هذا. شوربة الخضار أحسن إني أعيش على الني، بالنسبة إلي لو بعيش على الني أحسن، بس للناس اللي عندهم مرض تقيل الشوربة بيعملوها جيرسن كتير، هاي بتخفف وطئة التنظيف بطريقة منطقية حتى ما تطلع السموم مرة واحدة للجسم في حالة كان هذا. إذا كان شخص طبيعي وأكله نظيف يمشي على الني على طول، إذا كان مثلا مريض سرطان شوي 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 بس حتى يطلع السموم بالتدريج حتى ما ينصدم الجسم مرة واحدة. كتير حلو جيرسون عندهم كتير شغلات من هاي النوعية كتير حلو، لأن عندهم تجارب واسعة على يشوفوا كيف التنظيف وكيف ينتبهوا كيف يكتبوا كيف يعالجوا، فروعة. بحكي على الديري برودكتس هون الأجبان الألبان. وات أباوت كالسيوم بشرح بشكل كامل، يعني شو هالحكي الفاضي إنه الحليب الكالسيوم من الحليب، هاي خدعة تجارية. شو الحكي الفاضي إنه البروتين من اللحوم، هاي خدعة تجارية. الأخضر كل الحيوانات اللي بالطبيعة بياخذوا الكالسيوم والبروتين من 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 من, من الأخضر كل الحيوانات. فرجونا يمكن أنت عندك إياها بس تاكل لحمة، ما في شيء حلال، ما حدا حلل مثل محمد. هذا موضوع ثاني. فينا كلنا كارثة هالغضب كيف بجسمنا كلنا بتاكل لحمة، ما حدا حلل. مزبوط. عملوها بأمريكا جابوا 72 طائفة طلعت بنت صغيرة من البدو. مزبوط. بس إجت المعزية اللي عندها حطيت إيد عليها.
بكي الشيخ المسلم قال له انه هيك ذبح الرسول، حط ايده وحولها بشكل بصفي حرام، بصفي حرام. لسه بدنا نحكي كمان على موضوع التعديل الوراثي كمان، لسه هي قصه ثانيه. يعني مش بس الذبح حرام، لما اكل شيء معدل وراثي كمان حرام قصه. يعني المهم هذا الكتاب في اشياء جسدك امينه، اذا ما كنت امين على القليل قال المسيح من اشتكيها. الامانه اعمل الصح، لازم بكل خطوه اخذوها احطها في مكانها، ما بصير احط شيء في غير مطرحه لانه حيرجع لي كارما، رح ارجع اتحمل مسؤوليه اي شيء بعمله مش في مكانه. ففظيع السولت. جيرسون الملح بالنسبة إلهم حرب مع ممنوع الملح يدخل الجسم. الملح بس يدخل الجسم بنشف. كيف أنت لما إيه؟ لما بدأ نشف شيء بحط عليه عم تاكل تحط ملح بنشف، بنشف كتير. حكيها الإمام علي قال له ابدأ واختم بالملح إذا عندك علم بدك تعرف كيف تتعامل بالضبط، لأنه بنشف. هلأ أنا جربت بتجربتي الشخصية، إذا باكل شيء فيه ملح وبعدين مثلا ما باكل شيء فيه ملح 3 ايام، الجسم بينشف 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 بينشف، لازم اضل اعطي مي اعطي مي اعطي مي اعطي مي اعطي مي، بعدين بعد ثالث يوم برتاح. وبعدين بصير خلص انه كل يوم يمكن لو نص كاسه مي بتكفي، بس لما يكون ما في ملح بالجسم. اذا الجسم فيه ملح بصير كثير زي ما قلنا نشف ديهايدريشن بالجسم، بدك مي كثير. شوف شكلك تحط انت وذكر من كل شيء. فبالكتاب هذا The pH Miracle بيشرح على كيف حمضية الدم قلوية الدم، بفرجي هالحالات العجيبة الرائعة اللي عم يتصير معها، قديش في ناس عم تتعالج من الأمراض اللي الطب بيقولوا إنها ما بتتعالج، السكري النوع الأول، مالتيبل سليروسيس، الكارسينومز، كل الشغلات اللي بيقولوا الطب إنها مستحيل تتعالج عم بيعالجوها، بمجرد إنه يراقبوا الدم ويضلوا الدم قلوي. وأي شخص بيجي هلا على أساس إنه يقول طب هاي النظرية ممكن تكون صحيحة ممكن تكون خاطئة، أقول له يا عمي إذا هاي النظرية ممكن صحيحة وممكن خاطئة، الحيوانات اللي بتشبهنا بالجسم هيك عم تاكل، صدفة انه طبقت هاي مع هاي، صدفة انه طبقت هاي مع هاي مع التجارب تاعتنا كمان، كله صدفة. هيك بيقولوا، كل شيء بقول لك هاي صدفة، بقول لك هذا تعالج صدفة، هذا بجيناته، هذا وراثته، هذا مش عارف شو، كل شيء صدفة، ما شاء الله. ما في شيء انه منطقي، كل شيء صدفة، وبعدين بقول لك احنا دارسين وماخذين البورد الامريكي والبورد البريطاني والبورد السنسكريتي والمش عارف شو، واحنا بنفهم وانتم كلكم حمير، طلعوا هيك الدكاترة بالأردن هلا عملوا لنا بدهم يعملوا قصة على الموضوع، ما بيطلع بإيدهم. لانه الحقيقه قويه، بس انه اطلع طب احنا ماخذين البورد واحنا ماخذين البورد ومش عارف شو كذا وهيك، طلع واحد من الاطباء بقول لازم تشرب كاسه حليب يوميا حتى تاخذ منه الكالسيوم. طب وهذا شو سحب الكالسيوم اللي بيطلع؟ وطلع مره ثانيه نفس الدكتور بقول لهم يا جماعه بقول لكم احنا عندنا نقص باليود، لازم ناكل لحوم، لازم ناكل لحوم لانه البقره منين بتجيب هاللحوم؟ لحظه لازم ناكل لحوم لانه البقر بغسلوهم بمية فيها يود، فبالتالي جسمهم بيمتص اليود، وانت بتاكل لحمه بتاخذ اليود اللي اخذوه البقر من خلال المي اللي غسلوهم فيها اللي هي ممتصه ماخوذ مرشوش فيها يود. اشرب مي. هذا منطق الطبيب اللي عم تحكي فيه؟ كل لحمه عشان تاخذ منها يود اللي غسلوا فيه البقره؟ هذا المنطق اللي صرنا نحكي فيه؟ فعشان نعرف مع مين عم نتعامل احنا، قائمه الأدية يا ريت جبتها معي. فيها هاي بس هيك، فوتوا على الانترنت حطوا ذا ليست اوف موست دينجرس most dangerous allowed drugs. أعطيني قائمة بأخطر الأدوية اللي لازالت مسموحة في السوق. طبعاً في أدوية انسحبت وفي أدوية ماتوا منها ناس، والأسبرين قلنا بيعمل نزيف بالدماغ وبيعمل تقرحات، هاي الأدوية البسيطة. بلش فيه صحوي لأنه بلش الإعلام يحكي، ما بيحط حل بلبنان، بيحكوا هلا الجبن اللحمة وبيحكوا عن رجال الدين كيف عم بيغتصبوا وبيدك كيف عم بيعمل كيف عم بيعمل، وابنه وين اخذ مال الزكاة وكذا بيحكوا، بس ما في حل. يا عيب الشوم نحن بنحط الحل. يا عيب الشوم يا عيب الشوم يا عيب الشوم، عشان هيك بدنا نفكر. والناس مش اغبياء، الناس خلص. الناس تم تجهيلهم لكنهم مش اغبياء، فورا بس تشرح بيفهم بيستغل وانتهى الموضوع. الناس ما هي اغبياء، وكلهم صار يفهموا، هلا الدكاترة خايفين لانه بطلوا عارفين يشتغلوا، صارت الناس يعني فاهمه، صار الناس يروحوا بتيجي شكاوي، بتيجي ناس انه بيقولوا لي بالمستشفى الدكاتره مستشفى السرطانات بشكل خاص الدكاتره معصبين، بكون الدكتور قاعد بيجي المريض بيقول له ايش، بيقول له عندك سرطان لازم تاخذ كيمو، بيقول له المريض صاروا هيك الناس يعملوا، صار يقول له انا ما لا، المريض يقول انا ما بدي اخذ كيمو بدي امشي على الطبيعي في 1 2 3 4 بدي امشي عليها، الطبيب يعصب اذا انت ما بدك تفهم ليش بتيجي علي، ليش انه بتيجي تسمع كلامي انا الطبيب وانت ما بتفهم، بصيروا هيك صاروا خلص بطلوا عارفين شو يعملوا. أكتريت شوفريت التاكسي يا عمي التاكسي. أنا غوريلا، أنا ماشي مثل الغوريلا تتفلسفش علي. أكتريت شوفريت التاكسي بإيطاليا أطباء، كتاب اسمه Doctors Look at Macrobiotics، شوفوا نظام الكون، شوفوا حياة الكون. وإن شاء الله ترجع المسؤولية، إحنا ما بنقول إنه الطب علم رائع وفيه شغلات فظيعة، لكن إن شاء الله نرجع نشيل هالتجارة 100% ونصير نستخدمه في صحة البشر وكل شيء في مكانه، ونرجع للوقاية والعلاج آخر شيء، ولما نستخدم العلاج نستخدم الشيء
يلي يعني بيكون منطقيا واضح انه ما فيه ضرر ان شاء الله. بس مثل ما قلنا فوت على الانترنت شوفوا قائمه باخطر الادويه اللي موجوده في السوق، بتشوفوا قائمه يا حبيبي الادويه اللي بيستعملوها الناس يوميا بياخذوها من هذا. هلا في كثير ادويه، بتتذكروا حكينا على الفايوكس اللي هو قتل حوالي فوق 70,000 واحد قبل ما يشيلوه من السوق، و70,000 واحد لما رفعوا قضيه على المحكمه على شركه الادويه انه يا عمي احنا 70,000 واحد ماتوا بدنا تعويض، حكمت محكمة التعويض حوالي 200 مليون دولار، 200 مليون دولار مقابل دفعوهم لسبعين ألف شخص واحد ماتوا لأرى أهلهم طبعاً. والدواء هذا فايوكس كان كل سنة يجيب لشركة الأدوية 3 مليارات دولار، 3 مليارات دولار كل سنة. التعويض اللي حكمت فيه المحكمة واضح التآمر كان عبارة عن 200 مليون دولار تقريباً. نفس الشركة شركة ميرك اسمها يلي طلعت هذا الدواء، هلا دواء تاني نفس الدواء موجود في السوق اسمه أركوكسيا، نفس المبدأ بغيروا الاسم، بغيروا اسم تاني موجود بالسوق أبداً، ما بغيروا الحرية، بغيروا الصحن، بينبسطوا بصحن جديد بلي خيم هالريحة، تعودنا على الريحة. أنا ما فيني شم أبداً مأكولات الدليفري بيسموها دليفري، ليك الكلمة دايت فود، دايت سنتر هون موجود دايت دايت نبرموتو. فدواء نفسه موجود بالسوق، هلا دواء من شركه ثانيه اسمه سيليبريكس بعده موجود بالسوق، ادويه تبعون منع الحمل بتلياز ويازمن، شوفوا المخاطر يلي موجوده عليهم. نان ستيرويد انتي انفلاماتوري برضه واحد منهم اللي هو الاسبرين اللي هو الناس عم كل يوم عم تاخده. ايش في معبى معبى يعني انه عدد الادويه اللي بيطلعوا لكم اللي هي خطيره جدا لازالت موجود البروزاك، مجرد ما الناس اخذت البروزاك نسبه الانتحار صارت في السماء. في وحده اسمها جوين اولسن كانت بإدارة إحدى أكبر شركات الأدوية في العالم أو مسوقة لإحدى أكبر شركات الأدوية في العالم، وتسوق الأدوية وكذا وهيك، بتقول لك ما كنت أعرف أنام بالليل، جتها إشارة كمان قريبتها كأنها بنت أختها وإشي مثل هيك كانت تأخذ بروزاك وماتت بسبب الدواء، قالت خلاص لهون بس. صارت هلا من أهم الناس في العالم يلي عم بيشتغلوا ضد شركات الأدوية، عم بتقول للناس بتقول لهم يا جماعة شركات الأدوية بتقولها هي بتقول they are not in the business of health. طبعا تجارة تجارتهم شغلهم ما له علاقة بالصحة، هم عبارة عن شركات تجارية 100%. كل شيء بتعمل له دعاية غلط، الشمس الشهرة والناس ايش شو عم بتقول؟ بتقولهم شركات الأدوية عم تشتغل مثل المجرمين برخصة. بطلع دواء، هذا الدواء مصرح من الـ FDA انه ممكن يقتل 5%، ممكن يقتل 5% من 1050، هدول مصرح انهم يموتوا ما في مشكلة، شركة الـ FDA مصرح أنه أنا هذا، وبالتالي أنا طلعت الدواء عارف أنه حيموت 5% من الناس من خلال استخدام هذا الدواء، لكن هذا في نطاق المصرح فيه، أنا مجرم برخصة بقدر أقتل. بيكتبوا هلا على الدخان أنه بيعمل سرطان ونيكوتين وأمتين بس الناس يلا بتلم بتاخد دخان، ما حدا بيحبني غيرها السيجارة. فبدنا نكون واعيين، بدنا نشوف ايش الشغلات المنيحه اللي بالعلم عشان نعرف كيف نستخدمها، وبدنا نعرف ايش الشغلات التجاريه اللي بالعلم ونعرف كيف نتجنبها وكيف نشوف البدائل تاعتها. ما في حدا هلا دين اورنش بقول لك لازم تاخذ اسبرين ولا بصير معك جلطه، طب دين اورنش من اهم اطباء امريكا فرج الناس 40 يوم بدون ولا اي دواء كل امراض القلب بتكون اختفت، ومش فرجاها بالكتاب ولا حكي ولا هيك، بالتجارب 1 2 3 4 5. أعطيت كتاب لناس كتير وأنا اللي طبخت وشافني بطبخ بلا كتاب ولا شيء، هيك بتاكلوا بلبنان إيه؟ بس مين عم بيصدق؟ أي مرض قلب 40 يوم بتشيله إيه؟ recalled by life رجعتني إلى الحياة، قال لي هالأكل ومعه سرطان وبي ومات بالسرطان. الأعراض الجانبية اللي عم بتصير كل هاي الشغلات، كل ما تمر حالة غريبة أول سؤال نسأل شو عم تاخد دواء، اي اعراض غريبه، لانه الجسم في اعراض موجوده بالجسم، مثلا اعراض البكتيريا سخونه، اسهال، مراجعه، طفح، شيء معين، اعراض الطفيليات مبينه، اعراض مثلا مبينه، اعراض السكري مبينه، بس لما يجي واحد معه اعراض غريبه، هاي عم تنتفخ، هاي عم تسكر، هاي عم تنتفخ، عم تصير معه شغلات غريبه، فورا شو الدواء اللي عم تاخذه؟ بيطلع الدواء اللي عامله الاعراض. دائما الاعراض الغريبه، كلها لانها بتعمل طبيب اطفال، هو ومرته طبيبه اطفال، ثلاث اولاد عنده اياهم معاقين جسديا كل شيء. قلت له ما انتوا اطباء اطفال كيف جبتوا هالثلاثه؟ ما بتفكروا؟ يا حرام مثل ما عم تقتلوا هوديك عم تقتلوا اولادكم. مسؤوليه اكيد طبعا.
لا الله هيك بده يا اختي، شو هالله اللي بده هيك؟ اكيد كل واحد فاتح الله على حسابه وحطه بجيبته، قال الله صغرته والله زحله، يشيل الله من جيبته ويرده يعني. بلا ما اتوكل لا، الحق علي عقل اول. ما عم نشغله هالعقل، مات من زمان. ما في عقل. الرئيس جمهورية امريكا كان عم بيعملوا له عمليه، شالوا له عقليته وحطوا على جنب دماغه، شو قالوا طلعت رئيس جمهورية امرح يا خي ما دماغه كان، قال له هاي وظيفه ما بدها دماغ. فظيع فظيع، بقتلوا بها الناس ونحن السبب. فظيع، نحن منزقف. قال الدكتور خلص، قال الدوق والطار يا خي الحيوانات منا مريضه، منو مريضه لا، الا اللي صرنا نحن نتحكم بجناية الحيوانات. هلا بامريكا انت بتمرق بالترين والحيوانات فالته، اعطيوها رجع حريتها. صار الكلب بينام بالبيت يا اختي، الكلب بجنينه لبسينه تفوت تهمدير، بس الكلب ابدا. قالت لي عندي 4 كلاب احلى من جوزي، لانه ليكي بضل يقرا الجريده. فسن وين الوعي؟ ما بقى فيه. قال له يقيني يقيني إمام علي أهلا بقاتلي، فزت ورب الكعبة، طعموا طعامي ولبسوا ثيابي. مين بيفهم هالعلم؟ هيدا الرضا والتسليم، نهاية العلم والتعليم، هي الامتحان. قدر القادر وما قدر، فت بقدرك وشفته قبلت، نعم بلغت، سلم أمرك ما بقى ترجع خلص. بس اليوم هالأمراض لهالأطفال شو ذنبهم؟ هي الأهل خلفتك تتحمل مسؤولية. ما عم بتحملوا مسؤولية، الحيوانات بتتحمل، البسلة البسلة ما تخلف كتير بالعالم، بتعرف وين بتهرب ولادها مطرح ما يجي إنسان. طب الإنسان ما عاد يعمل هيك؟ إيش هاي؟ لا شفت كتير، بالعكس الإنسان في عمر الكون. في وحدة ست شفت عنا بالباركينج، بعد خبر الشباب منية مع هيك قنينة جرت، قلت لها شو هي؟ قالت لي هيدا نفس أكسجين. قلت لها لمين؟ قالت لي لابني. قلت لها قدي عمره؟ قالت لي 6 شهور. قلت لها شو بي؟ قالت لي صرنا عاملين له 5 عمليات بقلبه، وجوزها على التلفزيون يعني من المشاهير إنه، وهي ميك أب وهيك وهيك. تعجبت، قلت لها أنا بيتي هون بعطيك كتب تعدي تقري. حرام، ما بدي. قالت لي لا طبيب هيك قال لازم نعمل. 6 عمليات 5 عمليات لطفل، كيف قدرت تشق له هون قلبه؟ من هو هالطبيب المجرم وهالام وهالبي المجرمين؟ بسببنا كلنا مسؤولين. قلت له ابنك مريض بسببي، سامحيني، بعطيكي كتاب تقري وهيك. لا حطي ابنك بحضنك، ما بقى عنده حضن، كل عظام فلات لازم تكون. من عمري وحدة كنت أنا وياها بالمدرسة لابسة هيك وهيك وعاملي، قالت له أحفادي ما بحبوني إذا ما كنت مثل أمه. ما بقى تعرف الأم من البنت من الصبي من صار شيء طبيعي نضرب الأولاد، الخادمة بتضربون والمرضى بتضربون وهيك بيضربون. قالت له بينوا بيضربون. عم بقول لها لأمه بس تكوني منك بالبيت الخادمة، قالت لي ما بينوا يضربون. هي كان الجواب. اسمعوا له لهالطفل اللي عم بيحكي، listen to your kids، منه جسد هو، اسمعوا له. ما في أمل، ما بعرف ما في كلام بقى. ما زال راحت الأم، عنا وقت نختمها بها شباب. Never force children to pray. قال قاعدين العيلة وقال البي صلوا. قال له أنا ما بعرف صلي. قال له لا ابني صلي، غمضوا عينيكم وقول كلام بتحبوا انت وهيك. غمض عيني على العشاء الصبي وقال له يا الله دخيلك، بدي أقول لك كلام دخيلك، إنه أنا ليك هودي جيراننا اجوا لعنا هلا اثنين هن واولاده واكلوا لي كل الايس كريم، قالوا لي انبروا ما يجوا ثاني مره بقى. وهودي كلهم هي الجيران شو جايين يعملوا؟
وكمان انت بارك الناس يلي هودي بيجي بتلاقيهم بي منه بالبيت بيرجع بيجي الرجال جارنا لانه حرام ما عنده تياب بيشلح امي بياخذ لها تيابها ويقعدوا اياها على التخت وبياخذ التياب وبيروح. وهيدي بهالكريسماس تبعنا الليله دخيلك قول لهم لكل هالناس الفقراء نلم مصاري من بعضنا ونعطيهم لبي لانه بي عنده ناس حاططهم على الموبايل تبعه نسوانه كلهم مزلطين دخيلك. وكل هول اللي ما عندهم بيوت بس بي يفل وهيدا يفل كلهم بيجوا لعنا على البيت وبيقعدوا مع امي. شو صار؟ امين صلى ما عاد في عشاء ليلتها وكلهم طبوا على راسهم يعني فضيحه انه الاولاد خد اسرارهم من صغارهم. اليوم ما بقى في امومه ما في ابوه ما في طفل كلهم يعني قال لها جبتي سياره وليه جوزها؟ قالت له ايه. قال لها بشرفك؟ قالت له لك ام بمصرياتها. خلص صارت الدعاره شطاره يعني وطهاره ما في شيل الكبد. صارت شيء طبيعي انك تروح وتشوف ولد صغير بمول عندنا قال لي دادي لوكس لايك ذس. قالت امه شافتني نقزي مع جنزير للكلب 14,000 دولار وجنزير لابنه ارخص. وهذا الولد سالته كيف؟ قال لي المانوكا ايده ميته مثل ايد بيه صح النوم يا اموات. Thank you.